السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بنراويكم كيف نقدر نقرأ الأرقام والعلامات اللي على التاير. اليوم عندنا تاير بي اف جودريتش جايبينه مو بعرنج، وبنبدأ نشوف الأرقام وبنقايس إن شاء الله ونشوف إذا الأرقام صح ولا مو بصح وشو هي طريقة قرايتها. هذا هو تاير البي اف جودريتش اللي بنقايس عليه اليوم إن شاء الله، بيف جودريتش اول ترين كي او 2. انزين، اول شيء بنتكلم عن الرقم اللي تشوفونه هني 1317، دائما بيكون في رقم رباعي على التاير. شو معنى هالرقم؟ 13 17، هاي الرقمين غير عن بعض، مو رقم واحد رباعي. ال17 هي سنة صنع التاير، فهذا التاير صنعوه في سنة 2017. رقم 13 اللي تشوفونه هني هو رقم الاسبوع اللي انصنع فيه التاير في سنة 2017، ف13 أسبوع يعني تقريبا بعد 3 شهور، شوية أكثر عن 3 شهور من 2017 انصنع هذا التاير. ثاني شيء عندنا الـ M plus S traction، هذا يقولنا التراكشن مال التاير وكيف يشو. M هي حق mud اللي هو الطين، و S حق snow اللي هو الثلج. فالتراكشن في هذا التاير ممتاز حق الطين والثلج. ثالث شيء بتلاحظونه مكتوب عادة بخط صغير هني، يحطوا لكم الماكسيموم بريشر حق التاير، فهني كاتبين never inflate beyond 40 psi، فالحد الأقصى لهذا التاير 40 psi. انزين، الحين بنبدأ بهاي الأرقام. أول شيء عندنا هالحرفين LT. شو معنى LT؟ LT معناته light truck. هالتواير مسوينها حق البيكابات اكثر شيء، اللي تحمل وزن واللي تقلص اشياء. غير عن ال تي ممكن تصادفكم حروف ثانية، من الحروف اللي وايد وايد مشهورة بيكون حرف البي. بي حق passenger vehicles، هاي السيارات العادية تعتبر بي. عندكم يمكن يكون حرف التي بدون حرف ال. حرف التي معناته temporary spare tire، حق التاير السبير. إذا في حرف تي بدون أي حرف ثاني معناتها التاير ما ينفع إنك تسوق فيه فترة طويلة، ولازم تستعمله بس كسبير وتبدل التاير بسرعة. ويمكن يطلع لك اس تي بدال ال تي. حرف الاس معناته سبيشال تريلر. السبيشال تريلر يكون حق القالوصة، حق الطراد، هالأشياء، ما بحق سيايير هالتواير أكثر شيء. الحين عندنا رقم 285 هالرقم بالمليمتر في قياسات التاير. الحين بنراويكم كيف نقايس وشو قياس شو هالرقم بالضبط، بس قبلها نبراويكم ان 285 ملي يساوي 11.2 انش. الحين بنقايسه باستخدام هذا التيب مال القياس وبنشوف يطلع 11.2 انش ولا لا. بنبدأ نقايس 285. الحين 285 هي القياس من بداية السايد وول هني، هذا الخط، إلين نفس الخط الصوب الثاني. بنحط التيب الحين وبنشوف بيطلع ويانا 11.2 ولا لا. مثل ما تشوفون الرقم تقريبا 11.2 الى نهاية بداية السايد وول. وصلنا الحين عند رقم 70. رقم 70 هني هو رقم مئوي، هي نسبة مئوية تقولنا ان القياس من هني الين هني يساوي 70% من هذا الرقم. فايدينا وحسبناها هني مثل ما عندنا 70% من 285 ملي متر يساوي 199.5 ملي متر، اللي تساوي 7.85 انش. الحين بنقايس وبنشوف الارقام كيف تطلع. نقايس التاير نفس الشيء من السايد وول تقريبا لين اخر نقطة داخل، فبنلاحظ ان نفس الشيء تقريبا 7.8 هو القياس بالانش. تم عنا الـ R17. حرف الـ R يدل على طريقة صناعة التاير من داخل، فما بنتكلم فيها، بنسير عند الـ 17 على طول. الـ 17 هو قياس الرنج اللي هي فتحة التاير حاليا. نقايس حينه حجم الرنج، نبدأ من هني إلين هني.
تلاحظون انه بالضبط 17 انش. هذا الرقم هو الوحيد اللي بالانش، الثاني بالمليمتر، والسبعين مثل ما قلنا هي نسبة مئوية. تم عندنا اخر شيء اللي هو حرف الار هني. هالارقام هي ارقام عن اللود التاير كم يتحمل، فما بنتكلم عنها، بنتكلم عن حرف الار. حرف الار هني هو سبيد ريتنج، يحدد سرعة التاير كم. حرف الار معناته ان التاير هذا اكثر شيء يقدر يوصله السرعة اللي محددي لي اياها، يعني 170 كيلو في الساعة. بحط لكم جدول الحين بعد براويكم السرعات على حسب الحروف. خلصنا وياكم الفيديو، وهاي هي كيفية قراية الأرقام والحروف اللي على التاير. هاي أهمها طبعا، في وايد غيرها لكن هاي أهم الأشياء. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.